محامية مشهورة جدا وسيدة أعمال معروفة في إنجلترا، هي وزوجها بيقرروا يسافروا في رحلة سياحية لمصر وبيختاروا مدينة الأقصر، بيحجزوا في فندق فاخر جدا مطل على نهر النيل، والرحلة اللي المفروض تكون هادية وسعيدة بتتحول لكابوس مرعب بيغير حياتها هي وزوجها للأبد. القضية دي بتتشهر جدا وبتتعرف بقضية الموت على نهر النيل. السلام عليكم وأهلا بيكم في قضية جديدة، وحشتوني جدا، بحبكم كلكم، شكرا على تعليقاتكم الجميلة، شكرا لكل الناس اللي بتدعمني، شكرا لكل حد بيحط لايك قبل ما يتفرج، ما تنسوش تحطوا لايك، شاروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم، بس كده، ده لو عجبكم الفيديو يعني. بحبكم كلكم، مش عايزة أطول عليكم كتير، خلونا نبدأ في أحداث قضيتنا النهاردة، يلا بينا، بسم الله. بتدور أحداث قضيتنا النهاردة في إنجلترا، وبطلة قصتنا هي سيدة أعمال معروفة اسمها شيريل لويس، وبينادوها شيري، فأنا هكمل شيري. عمرها 43 سنة، بنت محامي مشهور جدا، هي كمان اتشهرت جدا لأنها كانت من أوائل السيدات في ليفربول اللي أسسوا شركة محاماة خاصة بيهم، ومن ضمن العملاء اللي بيقولها في شركة المحاماة دي شخص اسمه جون ألين. جون ألين بيكون متزوج، أب لثلاث أولاد، اتخرج من كلية الكيمياء التطبيقية وبيشتغل كيميائي. جون ألين اتجوز مرتين قبل كده، أول واحدة كانت زميلة ليه في الجامعة، عاشوا قصة حب جميلة مع بعض، وبمجرد ما اتخرجوا الاتنين على طول اتجوزوا. بعد ما بيتجوزوا بيسافروا لزامبيا، وهناك بيبدأ يشتغل في التعدين، بيعدي الوقت وبتحصل مشاكل كتيرة قوي، وهو وزوجته بيتطلقوا، وهنا بيتعرف على سيدة إيرانية، بيعيشوا قصة حب مع بعض وبيتجوزوا، وبيفضلوا متجوزين 14 سنة، وفي ال 14 سنة دي بيعملوا مع بعض شركة للطباعة بيكونوا مشتركين فيها وبيشتغلوا فيها سوا. بس أول ما بيعدوا ال 14 سنة، في الوقت ده السيدة الإيرانية بتكتشف إنه بيخونها مع المحامية المشهورة شيري، وهنا على طول بتقرر إنها تنفصل عنه. مفيش أي معلومة بتأكد أو تعرفنا إذا كانت شيري كانت عارفة ان جون متزوج وقت ما بدأ علاقته معاها ولا لا، بس في سنة 1993 جون ألين بينقل وبيعيش في بيت شيري اللي موجود في أوكستون، وعايز اقولكم ان البيت فاخر جدا، يعني تقريبا قصر. طبعا بيكون خسر شغله في الطباعة لانه انفصل عن شريكته اللي هي زوجته، وكده بيبقى قاعد في البيت من غير اي شغل. شيري بتكون مشغولة جدا في شغلها، يعني شركة محاماة، ده غير ان هي فاتحة اكتر من مشروع تاني وسيدة اعمال، ما بتقعدش كتير في البيت. بس طبعا جون مقيم اقامة كاملة في البيت، ما بيعملش اي حاجة، بس بيهتم بيها جدا، يعني بترجع من الشغل تلاقيه عامل وليمة، عامل قعدة رومانسية، بيطبخ الاكل، بيعمل كل حاجة. بس الوقت بيعدي وشيري بتبدأ تتضايق، الأدوار هنا مقلوبة، هي اللي بتشتغل وهو اللي بيعمل الأكل، هو اللي بينظف، بيخرجها، بيفسحها، بيجيب لها ورد، مهتم بيها جدا. بس هي شافت انه وقت ما كان متجوز الاتنين اللي قبلها كان بيشتغل، وده معناه انه عشان شايف انها معاها فلوس كتيرة جدا استغل الموضوع ده، وبيستغلها ماديا، ممكن جدا ما يكونش بيحبها، ممكن جدا جون هنا يكون مكمل مع شيري بس عشان فلوسها. بس هي كل ما بتفكر في كده هو بيعمل حاجة رومانسية بتخليها تقع في غرامه أكتر وأكتر، وبتتناسى كل التفكير اللي في دماغها. جون حرفيا كان عايش في بيتها، بيركب عربيتها، أي حاجة في العالم بيفكر فيها على طول بتجيله، وطبعا هي اللي بتدفع ثمنها. وقت قضيتنا كان بقالهم 7 سنين مع بعض، ما انجبوش اي اطفال. جون ما كانش مهتم بالموضوع لانه اصلا عنده 3 اولاد. شيري في بعض الاشاعات بتقول ان هي ما كانتش بتنجب اولاد، وده اللي كان مخليها صبر على اللي بيعمله جون، لانه عايش معاها وبيحبها، عنده اولاد، ف يعني مش هيتضايق من حاجه زي كده. وفي معلومات تانية بتقول لا، هي كانت مهتمه اكتر بالشغل بطموحها، ما كانتش بتفكر في انجاب اولاد، وكانت بتعتبر ولاد اخواتها هم اولادها الحقيقيين، وكانوا بيقضوا وقت اسري جميل جدا كلهم مع بعض. المشكله الوحيده في الحياه الجميله والسعيده اللي انا بحكيها دي هي والدها. والد شيري كان بيكره جون جدا، شايف ان هو مش بيحب بنته، بيستغلها عشان فلوسها، يعني وجوده كله كان مضايقه، وبدأ يقاطع شيري كتير ويعمل معاه مشاكل كتير قوي بسبب علاقتها بجون. وفي سنة 1997 بتبدأ تحصل احداث غريبة جدا للزوجين دول.
الاتنين مع بعض بيسافروا في رحلة لمدينة ويلز، وهناك جوه الفندق بيتسرق من شيري خاتم الماس وبعض المجوهرات التانية وكمان آلاف الجنيهات. طبعا هنا الشيري بتبلغ إدارة الفندق، بس عارفة ان موضوع الشرطة وانهم يلاقوا لها الحاجة صعب جدا، وهي الحاجات دي لو جينا لها ماديا هي غالية بس ما تأثرش فيها كتير، ما عدا حاجة واحدة بس، الخاتم الألماس ده الحاجة الوحيدة اللي فضلت لشيري من أمها. أمها ما كانتش بتقلع الخاتم ده من إيدها أبدا، وعشان كده هو غالي جدا عندها. بعد كام يوم بتيجي رسالة فدية لشيري، حد بعت لها بيقولها ان هي لو عايزة تسترد الخاتم تدفع له ألفات تانية عشان يرجع لها الخاتم، وهي فعلا عشان لازم ترجع الخاتم ده عشان قيمته المعنوية بتدفع للشخص ده وبترجع الخاتم بتاعها. بيرجعوا لبيتهم والحياة بتمشي عادي وما بتحصلش اي مشاكل لحد شهر اكتوبر سنة 1998. الزوجين هنا بيخططوا يطلعوا رحلة تانية بس المرة دي لمصر، وبيختاروا مدينة الاقصر، وفعلا بيحجزوا في فندق هناك اسمه وينتر بالاس، وبيحجزوا لمدة اسبوع كامل، والاتنين مع بعض بيعملوا تشيك ان في الغرفة رقم 508. الرحلة بتكون جميلة جدا، بيقضوا وقت هادي وبيكونوا مستمتعين لحد اليوم السادس من الرحلة، تحديدا يوم 10 اكتوبر سنة 1998 حوالي الساعة 12:30 بالليل. شيري بتكون قضت يوم جميل بس تعبانة، فبتدخل تاخد شاور وبتطلع بتاخد المنشط بتاعها، وفجأة كده بتحس بتعب شديد جدا، حرفيا هي ما بتكونش قادرة تتحرك، بتحس بعرق شديد، بتكون لسه ما لبستش اصلا ملابسها، وعشان كده مع الاسف هي بتقع على السرير عارية تماما. السرير حرفيا بيكون كله مية من كمية العرق اللي هي عرقتها، بتكون بترتعش في نفس الوقت حسب كمية غثيان غير طبيعية، في ألم شديد جدا في جسمها، بتبدأ تحس ان هي بتتخنق وبتبدأ تخرج رغوة بيضة كبيرة من بقها. في الوقت ده بيرجع جون للأوضة وبيشوف المنظر، وعلى طول بيتصل بالريسبشن وبيطلب ان يطلع دكتور بسرعة للأوضة. بيطلع اكتر من شخص للأوضة، وهنا بيقولوله ان هما هي مش عارفة تتنفس، فان في حد هيحاول ينعشها عن طريق الفم. جون بيتعصب وبيقول لأ محدش يقرب من مراتي للدرجة دي، وبيكون قلقان جدا وعمال يصرخ من الغضب وفي نفس الوقت غيران ومش عارف يعمل ايه. ففي سائحة بتكون مضيفة طيران سابقة وبتقوله ان هي ست هي ممكن تنعيشها يعني، بيرد يقولها لا محدش يقرب من مراتي بالاسلوب ده ولا بالطريقة دي، انا مش في عاداتي ولا في تقاليدي ولا تفكيري حاجة زي كده. في نفس الوقت مدير الفندق بيكون اتصل بالشرطة اللي بيجوا على طول بياخدوا شيري للمستشفى، بيحاولوا ان هم يعني ينقذوها بأي طريقة، بس مع الأسف شيري بتتوفى. عايزة اقول لكم ان الناس اللي كانوا في غرفة الفندق قالوا للشرطة انه بسببه حرفيا ان هم كانوا بيتفرجوا عليها وهي بتتخنق، وان هم يعني المشهد مش راضي يطلع من دماغهم، ومفيش اي شخص طبيعي هيمنع ان حد ينقذ مراته لمجرد انه غيران عليها، ولو غار من الراجل ليه غيران من الست؟ الله اعلم. ده بيدي احاء مش كويس للشرطة عن جون. الشرطة على طول بتبعت الجثة للتشريح، وفي نفس الوقت بيبدأوا يستجوبوا جون وبيبدأوا يقولوا له انتوا عندكم اي اعداء؟ وهنا جون تقريبا عنده قايمة اعداء. اولا بيقول انا كنت شغال عميل سري في افريقيا، وانا كاتب كتاب وناوي انشره عن تجاربي معاهم، وعشان كده هم ممكن يقتلوني عشان يمنعوني من نشر الكتاب. الحاجة التانية بيقول انا كنت جاسوس في فترة من الفترات، و ممكن جدا في جواسيس كتيرة يكونوا عايزين ينتقموا مني ويأذوني ويقتلوني. كمان كان بيتعامل مع تجار الأسلحة، وكان تاجر ألماس ومهربين مخدرات، وممكن كل دول برضو يكونوا عايزين يأذوه أو يقتلوه. أو عارفش أصلا هو إزاي بيعترف بالحاجات دي، أنا مش عارفة، بس لأن هم أصلا ما لهمش سلطة يحاسبوه على حاجة زي كده. فهو قال كل الليستة اللي بقولها لكم دي. كمان بيزود انه يعرف بعض المرتزقة او القتلة المأجورين وتعامل معاهم قبل كده، وممكن برضو حد منهم يكون عايز يأذيه. من الاخر قال شيري ما عندهاش اي اعداء، ولو في اي جريمة حصلت فانا الهدف الاساسي منها مش شيري نهائي، وشيري هتكون اتقتلت يعني بدلا عني. الشرطة هنا بتشوف ان اللي بيقوله ده بيوسع دايرة المشتبه فيهم بطريقة غير طبيعية. كمان ما تنسوش هي محامية، ممكن جدا اي شخص هي تسببت في سجنه
يحاول يبعت حد يأذيها أو هو بنفسه يأذيها، الله أعلم. المهم إن إحنا عندنا بحر من المشتبه فيهم، الشرطة ما بتبقاش عارفة يعني تبدأ منين، ما بيكونوش مرتاحين لجون، بس لازم يستنوا تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي بيطلع غير حاسم، ليه بقى؟ بيقول إن في فشل في القلب وفي الأوعية الدموية وفي تجلط حاد في الدم، كل ده اللي أدى لوفاتها. بس الفكرة إن هي ما عندهاش أي تاريخ مرضي، يعني مرض القلب، وعشان كده هما شافوا إن في حاجة غلط وكتب إن التقرير غير حاسم. الشرطة المصرية بتقول إن هما هيعملوا تحاليل أكتر، وعلى طول بيبعتوا التقرير ده للشرطة في إنجلترا، واللي على طول برضو بيطلبوا منهم إنهم يعني يبعتوا جثة شيري لهناك. في نفس الوقت بيسألوا انتوا عملتوا ايه اليوم ده، بيقول احنا خرجنا مع بعض وبعد كده رحنا اتغدينا، وهي قالت انها تعبانة وعايزة تطلع تاخد شاور، وانا قلت لها خلاص انا هروح اتمشى شوية وارجع لك. رجعت الاوضة لقيتها في المنظر ده. ده كل اللي بيقوله، وقبل ما يخلص التحقيق معاه او تخلص اي حاجة، جون ألين بيسيب مصر وبيرجع على طول لانجلترا. وعايز اقول لكم ان الشرطة المصرية بيكونوا يعني واثقين ان البني ادم ده وراه مصيبة. لما بيتم تبليغ اهلها، ابوها اريك هنا بيقول ان جون قتل بنتي تلقائيا كده. بيقول انا طول عمري شايفه شخص نرجسي متلاعب كذاب بالفطرة، بيستغل فلوسها، واضح جدا ان هو قتلها وبعد كده راح بلغ الشرطة عشان يبين نفسه انه ملوش اي علاقة بالموضوع. والدها هنا اريك بيروح على طول للشرطة في انجلترا وبيبدأ يقول ان بنته ماتت مقتولة، بنته ما ماتتش لوحدها، وان لازم يتم تشريح الجثة مرة تانية. القضية بتاعتنا بتتغير تماما أول ما الجثة بتوصل لإنجلترا. هنا على طول بيدوها لأشهر طبيب شرعي موجود عندهم، وده بسبب إنها جريمة دولية. الدكتور ده بيكون اسمه دكتور تاب. أول ما بيشوف الجثة بيشوف إن وشها أزرق تماما، وده معناه إن كان في نقص أكسجين حاد قبل وفاتها. كمان بيعرف إن كان في رغوة بيضة بتطلع من فمها، كان في ألم شديد، كان في تعرق شديد. وهنا بيبدأ يشك ان كل الاعراض اللي سمعتوها دي متطابقة تماما مع اعراض التسمم بالسيانايد. بس اثبات التسمم بالسيانايد ما كانش حاجة سهلة ابدا. وهنا الدكتور بيقول حاجة غريبة وضحكتني بصراحة، يعني انا كنت هتجنن، انا قعدت فكرت نفسي يعني مترجمة الكلام غلط او في حاجة غلط. الدكتور ده بيقول انه ما قدرش يعرف الجثة كان فيها باقي سيانايد او لا، عشان احنا حنطنا الجثة في مصر، حنطنا الجثة في مصر سنة 1985. انتوا متخيلين المسخرة؟ يعني احنا ما بنحنطش جثث والله، يعني والله العظيم يعني لو واخدين الفكرة دي احنا مش بنحنط جثث. يعني الجثة اكيد اتجمدت اتحطت في مشرحة عادي جدا لا اكتر ولا اقل. بس هو بيرمي اللوم على الشرطة المصرية بسبب تحنيط جثة شيري. المهم الشرطة هنا بتحط نظرية بتقول انه حط لها السيانايد في كاس اللي بتاخد بيه المنشط، ولما شربته بدأت تحصل لها الأعراض دي. بيقول إن هو اختار السيانايد لأنه سم قوي جدا بيقتل في لحظات، كمان في نفس الوقت هو ليه ريحة شبيهة بريحة اللوز. بس 40% من الأشخاص الموجودين في العالم هما اللي بيقدروا يميزوا الريحة دي، وشيري ما كانتش واحدة منهم، لأن شيري قبل فترة عملت حادث وفقدت حاسة الشم نهائيا. وطبعا جون عارف معلومة زي دي، فكان عارف كويس قوي إنها عمرها ما هتشم ريحته وهتشرب. كمان مرضيش ابدا ان حد يقرب منها ويحاول يعمل لها تنفس صناعي، لانه لو قرب منها الابخرة بتاعت السيانايد اللي طالعة من بقها كانت هتصيبه هو كمان. يعني الشخص ده كان ممكن انه يموت او يتأذي بشكل كبير جدا بس من شم الابخرة دي، وعشان كده هو ما كانش عايز اي حد يقرب منها وسابها تتخنق قدام الكل. والشرطة دلوقتي عندها مشكلتين، اول حاجة اثبات السم، تاني حاجة اثبات ان هي اللي كانت الهدف ان هو قتلها، مش ان كان في شخص جاي يقتله هو. هنا على طول بيجيبوا جون ألين للاستجواب مرة تانية، وبيبدأوا يستجوبوه وبيبدأوا يقولوا له احنا لقينا سم في جسد شيريل. بيقول له انا ماليش دعوة، وبعدين انا ممكن اغرق نفسي واقول لك ما هو انا كيميائي معروف وشاطر جدا، فانا لو حاولت ان انا اسمم شيري صدقني هسممها بسم انت عمرك ما هتقدر تكتشفه. المحقق بيحس ان هو شخص نرجسي جدا مريض وبيشك فيه اكتر، بس في نفس الوقت ما بيقدرش يعمل له حاجه، بيضطر انه يسيبه يمشي.
وبمنتهى البجاحة قبل ما يمشي، يعني هو ما كانش بيخبي اللي بيعمله، بيروح للمحقق وبيقول له لو سمحت كان في مجوهرات كتيرة معانا واحنا في مصر، والمجوهرات دي كلها اتسرقت، كمان انا رجعت لقيت عربية شيري مسروقة وعايزكم تدوروا على كل الحاجات دي. يعني بصوا المحقق كان في قمة الاستفزاز، ما بيردش عليه، بيبص له من فوق لتحت ويسيبه وبيمشي. الشرطه بتبدا تتحرى فعلا عن المسروقات دي، وهنا بيكتشفوا ان هو اللي سرق كل حاجه، هو اللي سرق المجوهرات اللي كانت في رحله ويلز، ومين في العالم يعرف اهميه الخاتم ده عشان يطلب فديه ليه من شيري غيره هو. كمان المجوهرات التانية بيبداوا يدوروا عليها، وبيكتشفوا ان هو راح للتاجر في تشستر وباع له خاتم الماس فيه 5 احجار، باع له خاتم سوليتير وباع له اسورتين، يعني هو اصلا اللي سرق المجوهرات من مصر، ما عرفش ليه مع انها ماتت، يعني الحاجه هتبقى ليه تقريبا، بس هو برضو اللي سرقهم وهو اللي باعهم. الشرطة بتبدأ تتبع التاجر، عايزين يلاقوا التاجر اللي باع يعني خد كل المجوهرات دي عشان يشهد ضده. بيفضلوا يتبعوا كل المجوهرات، بيقدروا يوصلوا للتاجر اللي اخد الاسورتين واللي اخد الخاتم السوليتير، بس الخاتم الالماس اللي فيه 5 احجار ما بيقدروش يوصلوا، بيفضلوا ينتقلوا من تاجر لتاجر لتاجر لحد ما في النهاية بيجيبوه، وبيأكد ان جون ألين هو اللي باع له الخاتم ده. كده هم اثبتوا ان كل المجوهرات اللي كانت هناك جون ألين هو اللي باعها. كمان في نفس الوقت بيقدروا يثبتوا ان في كمية حتى لو قليلة من السيانايد موجودة في جسد شيري لويس، وفي الوقت ده بيتم تحويل سبب الوفاة من غير حاسم للتسمم بالسيانايد. وهنا بيجي ميعاد فتح وصية شيري. الاهل بيكونوا متأكدين ان جون ملوش اي حاجة في الوصية دي، لان شيري في الفترة الاخيرة راحت وقالت لهم انها غيرت الوصية. في الاول شيري كانت كاتبة كل حاجة لجون، بس فجأة كده بتغير الوصية عند المحامي، بتشوف ان جون بيستغلها ماديا، قاعد معاها بس عشان الفلوس، الكلام اللي قلناه قبل كده، اشتغل مع زوجاته اللي قبل كده انما هي قاعد في البيت ومستمتع بفلوسها، قررت ان هي هتسيب كل فلوسها لاخواتها ولأهلها ولولاد اخواتها اللي قلت لكم بتعتبرهم زي ولادها. بس وقت فتح الوصية الاهل كلهم بيتصدموا ان شيريل سايبة كل ممتلكاتها اللي تقدر بأكتر من 400,000 جنيه استرليني، غير طبعا العقارات وغير العربيات والحاجات اللي زي كده، لجون ألين فقط لا غير. الأهل على طول بيعرفوا إن في حاجة غلط، على طول هنا بيروحوا للشرطة بيقولوا إن الوصية دي حاجة من الاتنين، يا إما خلاها تكتبها بالإجبار ودي حاجة صعبة جدا عشان وجود المحامي، يا إما الوصية دي تم تزويرها. على طول الشرطة هنا بتاخد الوصية وبيخلوا شخص مختص يراجعها. أول حاجة بيشوف إن الوصية دي تم كتابتها سنة 1993، يعني تقريبا في الوقت اللي بدأ يعيش في بيتها، يعني هو من وقت ما بدأ يعيش في بيتها من قبل حوالي 7 سنين بيقرر إنه يقتلها لو الوصية فعلا مزورة. كمان بيقول ان الوصية دي اتكتبت بطريقة بدائية جدا، مفيش اي محامي مبتدئ حتى، مش واحدة عندها شركة محاماة بتخلي محامي يكتب لها وصية، هيكتب بالاسلوب ده، الاسلوب عامي جدا، ده عمل هواة مش عمل محامي ابدا. الحاجة الاخيرة بيشوفها ان في اخطاء املائية في الوصية. شيري كان اسمها شيريل ليزلي لويس، كلمة ليزلي اللي هو اسمها الأوسط بيكتب LESLEY، بس اللي كاتب الوصية غلطان في اسمها، وبدل ما يكتب LEY كاتب LIE، وبالتالي ده أول خطأ ومفيش محامي هيعمل حاجة زي كده. الخطأ التاني، هو في شهادة ميلاده اسمه جون فريدريك ألين، وطول عمره في كل الكتابات اللي بيكتبها بيكتب فريدريك من غير حرف الاي، وسبحان الله المحامي اللي كتب الوصية اللي ما يعرفوش يغلط نفس الغلطة ويكتب فريدريك من غير حرف الاي، وبكده تم تأكيد تزوير الوصية، وبيدينا دافع محتمل للقتل، بس برضو محتاجين أدلة أكتر. وهنا بيقرروا يفتشوا الشقة، بيروحوا يفتشوا البيت، وعلى الكمبيوتر بتاعه بيشوفوا أكتر من ديسك موجود، بياخدوا الديسكات دي ويراجعوها، وبنكتشف هنا ان في ديسك من الديسكات عليه 3 نسخ لاكتر من وصية، واضح جدا انها كانت عمليات تدريب ليه عشان يزور الوصية. وهنا بيتم تأكيد الدافع، وهو الطمع في ثروتها عموما انه يقتلها وياخد فلوسها.
الشرطة هنا كمان بعد فترة بتقدر تلاقي عربيتها اللي المفروض اتسرقت وهما مسافرين. بيلاقوا العربية على بعد كام مبنى من بيتها، العربية بتكون متغطية بالكوفر بتاعها، بيكون مغير أرقام لوحة السيارة. والشرطي هنا بيفتح العربية وبيتأكد إن هي عربية شيري، وفي نفس الوقت بيلاقي ما بين المقاعد الأمامية حقيبة سوداء. بيفتح الحقيبة دي بيلاقي 4 قوالب كبار من مادة بيضاء اللون. اول تفكير هيجي في دماغه ان دي مواد مخدرة، بس سبحان الله الضابط ده بيقرر انه ما يعملش التحليل السريع للمواد المخدرة، ودي حاجة انقذت حياته، لان المادة اللي كانت موجودة في القوالب دي اتضح ان هي صوديوم سيانايد، وكان في قالب من القوالب ناقص 9.5 جرام. وعايزة اقول لكم الكمية اللي كانت موجودة في العربية قادرة انها تقتل 500 شخص. والضابط ده لو كان عمل التحليل الأبخرة اللي كانت هتطلع كانت هتأدي لوفاته، بس سبحان الله يعني ربنا حماه. من ضمن المجوهرات اللي كانت موجودة مع شيري في مصر كان اسوار لحد دلوقتي ما تلاقاش نهائي، طبعا ده غير اللي تلاقوا وتم إثبات انه هو اللي باعهم. بعد فترة الأهل بيشوفوا الاسوار ده في ايد صديقة مقربة لشيري اسمها جينيفر هيوز وعمرها 53 سنة. السيدة دي بتكون غنية وحيدة لوحدها، هدف سهل جدا لجون. والشرطة بتعرف فعلا انه هو راح واتكلم معاها، هما كانوا عارفين بعض، هو وشيري كانوا بيروح يلعبوا جولف معاها دايما فكانت عارفاه. بدأ يتكلم معاها على اساس انها تواسيه عشان وفاة زوجته شيري، وبيكتشفوا انه عرض عليها ان هما الاتنين مع بعض عشان يغيروا جو يسافروا في اجازة سوا. والشرطة هنا بتبدأ تشك ان دي كانت ضحيته الجديدة، وان البني ادم ده كان ناوي يتحول لقاتل متسلسل ياخدهم يسافر لدول غريبة ويقتلهم بقى بنفس الطريقة بالسيانايد اللي كان مخبيه، واضح جدا انه كان ناوي يستعمله مرة تانية. اخيرا الشرطة بتتحرك وبيعتقلوا جون في اواخر شهر فبراير سنة 2000. واول ما بيتم اعتقاله بيفضل يقول انا بحب شيري، مستحيل اذيها، مستحيل اسممها، مستحيل اقتلها. وبعد كده بيصاب بازمة قلبية وبينقلوه للمستشفى، بيفضلوا يستنوا انه يطلع من المستشفى عشان يستجوبوه، وبيبدأوا يستجوبوه بيكون معاه محامي، والمحامي بيقول انا موكلي ملوش اي علاقة بالكلام ده كله، جون ما يعرفش حاجة عن العربية. جون جه بلغكم ان العربية اتسرقت، فبالتالي اللي سرق العربية هو اللي حط السيانايد عشان يورط جون في الجريمة ويبين انه ليه علاقة بيها، انما هو ملوش اي علاقة. وبنرجع تاني للجواسيس وتجار المخدرات والعميل السري اللي في افريقيا اللي مش عايز ينشر الكتاب وشبكة الاكاذيب الكبيرة بتاعتهم دي، بس الشرطة طبعا بتصدقش الكلام ده. وفي شهر يناير سنة 2000 بتبدأ محاكمة جون ألين في محكمة ليفربول، وطبعا الادعاء بيكون قلقان لان كل الادلة اللي معاهم ظرفية جدا. والفكرة هنا ان الدفاع بيضحد اهم دليل عند الادعاء وبتكون ضربة قوية جدا. دفاع جون بيجيب طبيب شرعي، والطبيب ده بيقول ان الطبيب الشرعي اخطأ في تقدير كمية السيانايد اللي كانت موجودة في الجسد شيريل، وبالتالي الكمية الموجودة دي ما تتسببش في قتلها، وان الخطأ ده ممكن ما يكونش فيه سيانايد اصلا من الاساس. من الاخر ضحت فكرة ان فيه سيانايد اصلا في جسم شيري، ودي كارثة، هو كده قلب القضية كلها. الحاجة الوحيدة اللي بيقدروا يعملوها الادعاء اللي بيكونوا مرعوبين جدا ان خلاص هتتم تبرئة جون، وطبعا لو اتبرأ احنا ما نقدرش نتهمه يعني بالتهمة دي مرة تانية، خلاص على كده هيفلت من العقاب. بيطلعوا بيقولوا ان جون طول عمره متعود على التسميم بالسيانايد، وان هما لما راحوا البيت لقوا كوليكشن كبير جدا مجمع فراشات، والفراشات دي يعني عشان يعرف يحتفظ بيها بيسممهم بالسيانايد. خلاص المحاكمة دي بتستمر 7 أسابيع وتعتبر من أطول المحاكمات في ليفربول. بس في يوم 8/3 سنة 2000 بتنتهي المحاكمة، وهيئة المحلفين بيطلعوا يقولوا إنه مذنب بالقتل من الدرجة الأولى، وبيتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع قابلية إطلاق السراح المشروط بعد 48 سنة. يعني تقريبا هيموت في السجن. الفكرة هنا إن البني آدم ده بجد استفزني وعصبني جدا، استفز كل الناس اللي موجودين، الكل حرفيا كان كارهه، الكل كان شايف الشخصية البشعة اللي جواه. وهنا بجد القضية اللي بتكون في المحكمة بتقول كلمة حرفيا بتهديني وتقريبا بتلخص القضية بتاعتنا كلها، وعشان كده حبيت ان انا اقولها لكم. قالت لقد كان القتل قاسي ومتعمد،
داخل خصوصية غرفتك بالفندق أسأت استخدام الثقة التي منحتها إياك شيريل لويس، خدعتها لتناول السيانايد وشاهدتها وهي تعاني ولم تستطع حتى أن تشتكي، ولولا القبض عليك لتحولت إلى قاتل متسلسل. والد شيريل إيريك بيطلع وبيقول إن كان كل هدفهم من كل ده إن يتم تحقيق العدالة، والحمد لله إن العدالة اتحققت وإن هو مبسوط جدا بقرار المحكمة. بعض المصادر قالت ان تم اطلاق سراح جون ألين سنة 2019 بسبب ظروفه الصحية، بس بعض المصادر التانية اللي انا بشوفها ادق لان هي جايبة كل حاجة بالتاريخ، قالت ان في استئنافات كتيرة قوي قدمها واترفضت، وان في شهر 7 سنة 2022 قدم اخر استئناف وقال ان ظروفه الصحية صعبة جدا، ان هو قاعد على كرسي متحرك من شهر مايو سنة 2022، وقال كمان انه خلاص يعني هو حتى لو طلع في الوضع ده مش هيقدر يأذي حد، ف قدم التماس انه يطلع بسبب ظروفه الصحية لانه كان عنده كانسر في الامعاء. وسبحان الله السيانايد بيأثر الاول على المعدة، بعد كده بينتقل للامعاء، بعد كده الكريات الدم الحمراء، يعني كما تدين تدان سبحان الله. وبرضو الطلب ده بيتم رفضه لان في تضارب في المصادر، انا حكيت لكم المصدرين والله اعلم فعلا هو خرج ولا مازال موجود، مفيش اي معلومات اكتر من كده. القضية دي اتسمت واتشهرت باسم قضية الموت على النيل لانهم كانوا في نفس الفندق اللي كتبت فيه كاتبة اجاسا كريستي روايتها الشهيرة الموت على النيل سنة 1937، وده اللي عطى التسمية دي للقضية بتاعتنا. بس كده قولوا لي رأيكم في الكومنتس تحت. انا مش عارفة بصراحة، القضية شدتني عشان غرابتها وفكرة ان هم كانوا موجودين كمان في الاكسور، ما عرفتش. قولي رأيكم في الكومنتس. وسوري انا غلطت وخدت بالي ان انا قلت في البداية ان ازاي يقولوا ان احنا بنحنط سنة 85، لا هي ازاي يقولوا ان احنا بنحنط سنة 98، يعني صعبة جدا. ما عرفش هم ايه اللي خلاهم ياخدوا الفكرة دي، وايه اللي شافوه في الجثة اقنعهم ان احنا حنطناها، انا ما عرفش. ما اعرفش، قولوا رايكم في الكومنتس تحت. هل انتم شايفين ان هي غلطانه من البدايه انها قبلت بوضع زي ده؟ هل انتم شايفين ان هي كانت عارفه من الاول ان هو الوحيد اللي طالب الفديه لان هو الوحيد اللي يعرف ان الخاتم ده ليه قيمه يعني معنويه عندها وعشان كده هتدفع الفديه وتاخده؟ ليه قبلت ان هي تعيش مع واحد مش بس هي بتصرف عليه، لا هو حرفيا حاليا عرفت ان هو كمان بيسرق منها؟ انا مش عارفة بصراحة. هل الموضوع كان عند في باباها اكتر من حبا في جون؟ لانه لو حبا في جون ليه قررت انها تشيله من الوصية نهائي؟ انا مش عارفة. بس في بعض الاوقات لما بتحاول تنصح بنتك او ابنك بحاجة باسلوب مش كويس، الموضوع بيتقلب للضد وبندخل في دور عند حتى لو شايفين اللي احنا ماشيين فيه غلط. واتمنى ان احنا ما نعملش كده. اتمنى ان حتى لو اهلنا نصحونا بحاجة احنا من جوانا فعلا عندنا احساس كمان انها غلط، حتى لو طريقتهم وحشة ما نستمرش فيها عندا فيهم. يعني دي من بعض الاخطاء اللي يمكن انا غلطتها في حياتي وندمانة جدا عليها، فاتمنى ان انتم كمان ما تعملوش حاجة زي كده. اسفة لو كنت طولت عليكم كتير، ما تنسوش تشاروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم وتحطوا لايك، حطوا لايك ما تنسوش. بحبكم كلكم واشوفكم في قضية جديدة. سلام.